مرحبا، هل حاولت وأن راقبت حركة النحل أو حتى سلوكها؟ هل لاحظت الحركة العشوائية، بعضها حركات مستقيمة وبعضها ملتوية وأخرى اهتزازية سريعة أو بطيئة؟ قد لا تبدو جميع هذه التحركات مترابطة، لكن في الواقع جميع هذه التحركات العشوائية ما هي إلا لغة للتواصل فيما بينهما. وأيضا في الواقع هي فوضى ظاهرية في حركة النحل، ولكن هي منظمة فلكل منها هدف محدد واضح. هي فقط فوضى ظاهرية، وهذه تسمى نظرية الفوضى. إذن لنفسر نظرية الفوضى. نظرية الفوضى تحاول أن توضح كيف من الممكن الوصول إلى النظام الخفي الغير ظاهر والذي يبدو عشوائيا في ظاهره. فالنظام هو أساس الكون، فلا شيء يسير في هذا النظام دون ترتيب، ولا شيء يجري فيه دون ترتيب أو نظام. ومن أجل فهم أنظمة الكون المعقدة والمتداخلة علينا تحليلها ومعرفة تأثير كل منهما على الآخر. فالإنسان الذي ربما يعيش حياة بطريقة بسيطة واعتيادية قد لا يؤثر بطريقة مباشرة في شخص يعيش في بلد آخر، ولكن من الغريب أن تؤثر به طريقة حياة الآخرين دون أن يشعر بذلك. إن بعض الأمور التي لا تبدو مهمة في بعض الأحيان والتي قد تبدو تافهة في بعض الأوقات ولا تثير اهتمام أي أحد قد تؤثر تأثيرا قويا في مكان ما، وهذا ما نحاول أن نوضحه في نظرية تأثير الفراشة التي نشأت من نظرية الفوضى. فنظرية الفراشة تقول أنه إذا حركت فراشة جناحيها في مكان ما فإنها قد تسبب إعصارا في مكان آخر، أي أن تلك الرفرفة البسيطة لجناح فراشة واحدة قد تسبب إعصارا. في محاولة منا لتفسير نظرية الفراشة بشكل منطقي، فإنها تعني أي عمل نقوم به حتى لو كان صغيرا سوف يؤثر ولو بشكل غير مباشر على أحداث أخرى دون تحديد وقت معين، ربما يحدث التغيير بعد يوم أو بعد السنة. إذا دعونا نوضح نظرية تأثير الفراشة بمثال بسيط يوضح نظرية تأثير الفراشة ويبسطها علينا. لنشرح المثال، المثال كالتالي: يقول عندما ضاع مسمار حذوة الحصان ضاعت حذوة الحصان، وعندما ضاعت حذوة الحصان ضاع الحصان، وعندما ضاع الحصان ضاع الفارس، وعندما ضاع الفارس ضاعت الرسالة، وعندما ضاعت الرسالة التي كان يحملها الفارس ضاعت المعركة، وعندما ضاعت المعركة ضاعت المملكة، وهكذا. أي أن سبب ضياع المملكة كان بسبب فقدان مسمار حذوة الحصان. بالطبع نظرية تأثير الفراشة لها تأثير مباشر على حياتنا اليومية، فتأثير الفراشة له أثر كبير علينا. فتخيل لو أنك كل يوم تقوم بقراءة لمدة 15 دقيقة، في البداية سوف تعتقد أنك لا تعمل شيء مهم أو لا شيء إيجابي، ولكن مع الوقت سوف تجد أن تلك الربع ساعة لها تأثير على حياتك بشكل إيجابي وبشكل مفيد. ربما تعتقد بأن الأمر بسيط، لكن تأكد مع الاستمرارية سوف تتفاجأ بالتغيير الذي سوف يحصل والذي سوف تحققه. في النهاية لا تستخف بالأعمال التي تقوم بها، وإن بدت لك أنها صغيرة أو أنها لا تساوي شيئا فلكل منها تأثير سواء على المدى القريب أو على المدى البعيد.